ومن تويتر ومن باريس نروح للعلا، وفي ثالث أعمال الصحراء من حوتة سراب للفنان آل سيد بأبيات للشاعر جميل بن معتز. وتقول الأبيات: ألا ليت ريعان الشباب جديد ودهر تولى يا بثين يعود، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيد. طبعا الابداعات في العلا مستمره، واصبحت العلا مركز للفنون، حيث انها كمان تحتوي على اكبر متحف مفتوح في العالم طبعا، وكثير فنانين من جميع انحاء العالم بيجوا يظهروا ابداعاتهم في العلا بتاثرهم، كيف تاثرهم مع البيئه، مع الجبال، مع الصحراء، مع المنحوتات العجيبه اللي عندنا صراحه في العلا. صحيح، يعني معك حق. وأيضا من تويتر الفنانة نجوى كرم تنشر رسالة حادة بعنوان نعش السم للتوعية بقضية إدمان الشباب للمخدرات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. يلي عم تتعاطى السم تسم دماغك وتطير، إيمانك بشيل الهم، مش كذبة هيك مشاوير اللي شو اللي جابرك، منعش السم ناطر حتى ياخد بخاطر ويخلص عمرك بكير، سكر باب المضافي بوجه اللي بده يغرك، وما تخلي الفكر الصافي ينغر بغبرة تضرك، عود تجلل، عود تجلل، وناجي الله لتدخل وتموت كبير، ولك اللي شو اللي جابرك، منعش السم ناطرك تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير. فعلا في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نشوف دعم الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بهذه المشكلة.